اليوم كان نهار كتير عجقة بعيادة طب تبس، واجتنا صبية بتروح الجامعة عم بتعاني من مشاكل بهضم الحليب ومشتقات الحليب. قالت لي دكتور بس جوع اطيب شي عندي اكل بيتزا او روح اكل ايس كريم انا واصحابي، بس خلص بس اكل بيتزا او ايس كريم بيجي على البيت بعاني كتير كتير كتير، نفخة، وجع بطن، مغص، لعيان نفس. سألت لها هيدي مثل المثل اللبناني، وقت الجوع الكلب أكل المسمار، وعند الخروج سمعوا الصريخ. يعني وقت الواحد بجوع بده شيء اللي بحبه بده يعاني منه من بعدها. نحن بدنا اليوم نعطيها نصايح تنساعدها ما تكون معها العوارض. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من توب تيبس على لبنيز دايركتوري، واليوم رح نحكي على اللاكتوز انتوليرنس. هيدي مشكلة كتير سهل حلها، في شغلتين فيها نعملها تنحل اللاكتوز انتوليرنس. أول شيء طبعا اللاكتوز انتوليرنس هي مشاكل بهضم مشتقات الحليب، لأنه السكريات اللي بالحليب الجسم اللي بيعاني من اللاكتوز انتوليرنس ما بيحب يهضمها. سو مشان هيك بدنا نتجنب الحليب أو مشتقات الحليب مثل الجبنة. هلا شو اللي فينا نعمله كمان، فينا نشرب حليب لاكتوز فري اللي هو ما في هيدا السكريات اللي بتعمل المشاكل، أو فينا نستعمل حليب اللوز أو حليب جوز الهند. هلا إذا كتير مضطرين وحبين بدنا ناكل جبنة أو بدنا ناكل من أي نوع من مشتقات الحليب، فينا ناخد أنزيم بيساعد على هضم هالسكريات اللي بتعمل المشاكل اسمها لاكتيد، وهيدي بتتاخد نص ساعة قبل الأكل لأنه بتهضم السكريات اللي هي بمشتقات الحليب وما بتسبب العوارض اللي نحنا الصبية اللي اجت على الكلينيك عم بتعاني منها. هلأ بس توقفوا مشتقات الحليب مفروض العوارض تروح بعد 5 إلى 7 أيام، وإذا وقفتوا مشتقات الحليب كليا وبعد 7 أيام ما راحت العوارض يعني المشكلة هي مش لاكتوز انتولرنس وفي شيء تاني. أنا بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة اليوم من توب تيبس، وإذا عندكم أي أسئلة أو كومنتس بليز راسلونا على لبنيز دايركتوري، وأنا بشوفكم بالحلقة الجاية.